السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد، قناه اللي غادي نتكلموا على نابولي، على ادمل والناس، على غولام، على انشيلوتي والاندهاش تاع انشيلوتي من اللاعب القوي غولام. هذو هما لاعبين، هادو نقول لكم شتا هما. لا قبل ما نبداو في الموضوع بنرد على واحد برك، واحد يوتيوبر شعم خطرة ينتقد السيد الحاج محمد راوراوا. حنايا قبل ما نبداو شفتو هاد التصاوير، الحاج يعرفه بولي، يعرفه مارادونا، يعرفه كبار كرة القدم، يعرفه كبار الاتحاديات في العالم. السيد الحاج محمد راوراو يعرفوه ناس في الاتحاديات العالميه، يعرفوه في البرازيل، يعرفوه في الارجنتين، يعرفوه في انجليز، فرنسا، الاتحاديه تاع فرنسا تخاف منه، ماشي تعرفه، تخاف منه ماشي تعرفه، تخاف منه. والله افريق ما نهضروش. هادو كما كنا نقولوا باللي الهادي والدعلي خلى مخلفات، خلى الزبل موراه. هادو اللاعبين وشلنا كيفاش تعب عليهم السيد الحاج محمد راوراوا، كيفاش تعب عليهم من اجل العالم الجزائري. هادو المخلفات تاع السيد الحاج محمد راوراوا. من هاد اللعابه ورونا تما اللي كانوا يقولوا باللي الحاج ما يعرفش البالون، الناس اللي كانوا يهضروا. وحنا على بالنا باللي الحاج من 1976 كان يقري لو دروا سبورتيف في الفيفا، قرر هذا انفرتينو، قرر هذا حمد احمد، قرر هذا رئيس اتحاد العرب هذا تاع السعوديه، قرر عمال يقدروك في التسيير، قرراهم السيد الحاج محمد راوراوا. السيد الحاج محمد راوراوا هو اللي ضمن في 1990 كاس افريقيا، هو اللي ضمنها، جابها لهنا، هو اللي ضمنها. كان تونس بيت تديها لنا، كان تونس. اما السيد الحاج هو اللي وقف، هو اللي ضمنها، هو اللي نظمها، وادهش افريقيا في ذاك الوقت. وانا نقول لكم هذه حقيقه باش نهضروها، باش الناس تكون على بالهم، هذه حقيقة. السيد الحاج محمد راوراوا أول واحد اللي باع لي بارتي تاع لافريك للاتحاد الإفريقي. ما كانوش يبيعوا، كانت فرنسا تجي تدي نورمال، هذه كانابليس ماكسيموم كانت تجي تدي نورمال. أما الحاج هو من عدو ولاو لي بارتي ولاو يتباعوا، جاب لهم قوانين قال لهم هاكي تبيعوا الحمير. الحاج هو اللي جاب لهم قال لهم الحمير هاكي تبيعوا، واش راكم تعرفوا كي الناس يتدي لكم لي بارتي ويبيعوهم. قال لهم هاكي تبيعوا. اول مقابلات ولاو يتباعوا هنا في الجزائر، وشكون؟ السيد الحاج محمد راوراوا. هذو التصاوير، وكاين التصاوير بزاف، كاين التصاوير، كاين ربي كرمه يغسل في بيت الله الحرام، ربي كرمه يغسل في بيت الله الحرام. وغادي ندير لكم التصاوير ان شاء الله بربي، صور نادره، صور غادي تشوفوا من عندي، صور نادره، ماشي كيما هذا رئيس اتحاديه زاتشي دار تصريح قال لهم عوار، قال لهم غير بالماضي راه داير عليه هذا الاعلام وكلش. تما انت مشاك باغي غير بالماضي، راه باغي الله يخلي خيمه سيدك، تسمع بها الله يخلي خيمه سيدك، تما غير انت راك باغي، تما بالماضي، تما غير بالماضي راه باغي عوار. حنا مشانا باغيين، وحنا كوي ما يجيش كيما قلت لنا كيما هكا. حنا نعاودو نولو نهضرو، هضرنا على رجل بمعنى الكلمة، السيد الحاج محمد راوراوا. اللي هادو هنايا مشاو عارفين كيفاش يستفادوا منه. الحاج فيترينا، مكتبة في راسه، مكتبة. اللي هادو هنايا نورمالمون يجيبوه من شهر لشهر، يدير لهم درس من شهر لشهر، يعطيهم دروس. كون جاو يعرفوا يعطيهم دروس في القوانين والتسيير، داهية في التسيير. دول هاكو هاكا يستفادوا من عنده. السعودية يتقري في ولادها
عند الحاج محمد روروا، ولد ابو ريده راه يقرا عند الحاج محمد روروا، وهنايا هنايا بني كلبون والله جرى. بصح كلش يجي في وقته ان شاء الله بربي، كلش يجي في وقته. حنا اليوم نتكلموا على غلام واش هدر عليه انشيلوتي دهشه. تحسب باللي راه دار بريباراسيون راه يلعب، تحسب باللي دار بريباراسيون مع ما يلعب. غلام لي ناس لي هنا نعقلوا عليها هنايا، هذا تشيكشبيله وكلش نعقلوا كي كان يدلهم كيما هكا بودا بودا بود بودا غلام كان والو بود بودا. نهار اللي لعبنا مع السنغال هنا في سان جويي ولا نقول لهم غلام كان والو بود بودا، وين هذا بود بودا تاعك دبدوبة تاعك، وين هذا الدبدوبة تاعك، وين راه رجال يتلعب اليوم اللي عام ونص هو مبليسي دخل دخلت حسبه طروا بيت من عندها. حسبوا مليح، تبعوا البارتية مليح، انا شفت البارتية تبعوا البارتية، طروا بيت من عندها، طروا بيت جاوا من عند غلام، روحوا تبعوا البارتية الا تعرفوا فوتبول، روحوا تبعوا البارتية وشوفوا طروا بيت من عند غلام، طروا بيت من عند غلام، روحوا شوفوا. اليوم الصحافة الإيطالية منبهرة، خلينا ذاك ادم الناس البنت اللي مركاه مكارون وقيل هذاك ما نهدرش عليه، وتريبلي تريبلا ضربها جوال راح مليا وزاد ضربها بالقدم تاعو راحت بالقدم، ضربها بالقدم تريبلا بقدمه تريبلا بقدمه. ويجي هنايا ما تغيظكم صح وما تغيظكمش، ها غلام ها ادم الناس في نابولي ورا اوشيتا تيتيلر او تغير ها انا عييت صابر عييت زعما هكا يشد روحي نقول بالك نشكر شيتا بالك، بصح ما طقتش ها ما طقتش يا ود عمي ها ما طقتش، الله غالب ها الله غالب ها بزاف ها ودي واحد حطها بصدرو مشى بها ميترا طلق ها ود عمي ها وشكون اللي ماركي ذاك البنت، ندو كاع الشامبيونه كامله تاعنا نرفدوها نحطها كونت ايكيب ميتا، ندو الاحسن لاعبين ونديرو ايكيب ايطاليان وندو نلمو كونت ايكيب ميتا، والله ما كان لي ماركي ذاك البنت. على بالكم بلي راهم متشاورين هذاك التريب بيديروه اشهار في ايطاليان تاع ادم الناس ياه ما يستاهلش، علاه ياه علاه يا واحد الكلاب علاه ها واحد الجياح العنصريين، نتوما عنصريين انا كي نقولكم نتوما عنصريين مانيش غلط، علاه ادم الناس ما يستاهلش موهبة صاعدة في الفريق الوطني الجزائري ياه ياه هادي بونجاح بونجاح شاني كنت بونجاح بصح بونجاح يلعب في قطر، بونجاح يلعب لك في قطر بونجاح من هذاك تشكشبيلة هذاك الشبيلة هذاك عرفه باللي غادي يكون يروح لمارسي وينجح دلوقتي، لا 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 قعد في قطر خيلك، لا 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 قعد في تيشي دخلك ماشي باغي كاع ناجح لأي واحد، بونجاح عطال وراخ وغولا كيسموه بلاي عطوه عطو شيتا احسن وسط ميدان في لافريك عطوها له عطوها شيتا عطوها بالقروي يجيبوا بودبوده جيبوا قال غاشيه. واليوم راكم غالطين اليوم محرز العبة محرز العبة محرز الخطه اللي دارها لونترينير تاع تشيلسي اللي قاراته ماشي قاراته مراقبة عليه، واللي بدا داك الاسبانيولي اللي بدا داك الاسبانيولي يعرف كيفاش يلصق في هذاك اللي بدا هذاك الاسبانيولي هذاك المخنز اللي بدا يعرف كيفاش يلصق في محرز كاع العام يعرف كيفاش يلصق في محرز. مالا اليوم بن طالب شتا دار ابراهيم البارح شتا دار نسى يطير اود عمي سليماني نسى يطير وتسيبو لهنا باغي اللعابة تاعو تاع بارادو، قال لهم الناس ضحكتني درت مشروع تاع بارادو او تا مشروع تاع بارادو قلنا شا خرجت استخرج تدرت خمسه تاع لي زيكيب يدو خمسه تاع لي جوار في طوي يدو جواره من عندك في طوي تبيع جواره من عندك السنابل شفت المرحله الشتويه شايف هو مين عيط اللاعب عيط لي بريزيدو كشي عيط لهم باش يهضر شحال بيت تدي عليا اكتب التليفون تاعك شحال بيت تدي عليا انت شحال بيت تدي عليا انت شحال بيت تدي عليا انت اي كيما هكا الجياح تاع لي بريزيدو هادو. مال اليوم غلام ادم الناس ابهروا الايطاليين اللي دايرين ربعه تاع كوب دي موند ودايرين لي كوب دوروب ولي زيكيب تاعهم لي تشامبيونز ليغ كاع دايرين، اما لا نابولي اللي لعب فيها مارادونا ادم الناس غلام
خلعوا لي سيبورتير اليوم، خاصة أدملوا الناس، خاصة أدملوا الناس. هذه هي، وهذا هو ود الجزائر. وتحية ود الجزائر اللي ناجح خارج الجزائر، اللي هنايا ربي يحفظه لوالديه، بصح اللي راه في الخارج ناجح، وهذو هنايا ربي يحفظهم لوالديهم، خاطش هذو هنايا راهم يلموا في الدراهم. ادوا غي والديكم لمكه، ما تخسروهمش في لي بار، اللعابه المحليين ما تخسروهمش في الغبره وما تخسروهمش في لي بار. ادوا والديكم لمكه، تجوا ناجحين مع ربي. تحيه الجزائر.